بركاته. هذه القصة أيضاً وهذا الموقف أيضاً يعبر عن مدى تقديم مصلحة ألمانيا عن مصلحتها. كنا في المتحدة الإنساني في ضائقة مالية، وكان هذا في عام 2019. كان لدينا منحنا يعطينا مبلغ من المال سنوياً يساعدنا في تسيير وتيسير أمورنا. كانت لي علاقة شخصية بهذا المنح وعائلته منذ أكثر من 30 عاماً. فجأة تغير مجلس إدارة جمعيتهم المحلية وتولى الأمر الأخ الأصغر، وجاء أنا رفض الطلب الذي قدمناه عليهم بطريقة يعني معتادة أو جافة، فأسقط في أيدينا. فطلب مني زملائي في المنتدى زيارة المنح، فذهبت إلى منزلي والتقيت بأسرته وبدأت التسامر الذي رتبت نقاطه حول قاعدة تقديم مصلحتهم عن مصلحة المنتدى. تركز حديث معهم عن هذه النقاط. أولا عن صحة والدي، حيث كان الوالد يعاني من مرض سرطان والأم تعاني من معاكة صحية توقف فيها قلبها لمدة عدة دقائق، كانت تفقد حياتها. ربطت هذا الحديث بالحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصدقة، وأن الصدقة خارج منظومة الزكاة تشفي المرضى وتطفئ غضب الرب وتطيل العمر، وأن عليه أن يدفع أكثر مما يدفع للمحتاجين لنساعدهم من بند الزكاة، أي الزكاة ومعها صدقات أخرى. هذه النقطة الأولى. ذكرت لهم قصة المهندس صلاح عطية المعروفة في مصر، الذي كان من قرية تفان الأشراف، وكان المهندس من عائلة فقيرة. فلما انتهى من أداء الخدمة العسكرية بعد أن تخرج من الجامعة، اجتمع مع بعض زملائه لتكوين شركة أو مشروع في تربية الدواجن، وكان رأس مال الشركة في هذا الوقت 2000 جنيه مصري. كان عددهم 9، فجمعوا من كل فرد منهم 200 جنيه وأصبح المبلغ 1800 جنيه، فكلفوه بأن يجد المتبر المانح أو المشارك أو المساهم العاشر لكي يكون المبلغ 2000 جنيه. فأتاهم بعد عدة أيام مبتسما فخورا منتشم بعد بضعة أيام وهم مجتمعون قائلا لهم: لقد وجدت المستثمر العاشر، صاحب السهم العاشر. فانشرحت صدور الحاضرين وتهللت وجوههم سائلين: ومن هو؟ فرد عليهم قائلا: الله. وأصبح لله نصيبا في شركتهم ومشروعهم. ولم يحقق المشروع خسارة في السنة الأولى كالمعتاد مع شركات الدواجن، بل حقق أرباحا. في العام الثاني زاد قيمة ونسبة سهم الله سبحانه وتعالى، تزداد الأرباح وتضاعف، حتى جعلوا الشركة كلها أو المشروع كله لله سبحانه وتعالى. فتهللت أسارير صديقي وعائلته وقائلا لي: من الآن سيصبح في كل عقار نشتريه سهما لله سبحانه وتعالى يساوي 10% من قيمة العقار. انتهى اللقاء على هذا، بعد أن كلفني هو بأن أنفق بعض المال الذي سمنحني إياه على من أرى من الفقراء بطريقة شخصية. وانتهى الحديث وانتهت الجلسة التي لم أتحدث فيها عن طلبي الذي ذهبت من أجل أن أتشاور معه فيه. بدأت أفكر ماذا أفعل، فأرسلت إليه رسالة تلفونية في اليوم التالي قائلا: أنني أعتذر عن قبول هذا المبلغ الخاص، وأطلب منك توجيهه للمنتدى، حيث أنه قد يكون هناك عجزا ماليا داخل جمعيتكم مما جعلكم ترفضون طلبنا في الحصول على منحتنا السنوية. فاشتاط غضبا واتصل بي على الفور قائلا: من فعل هذا؟ أرسل لي الأوراق. وأرسلت له الأوراق، وكان الجواب: سوف نعطيك المنحة من جمعياتي الخاصة لي أنا وليس من الجمعية الأخرى. فحمدت الله على هذا وبدأنا بإقامة سجود شكر لله سبحانه وتعالى. ثم جاءت المفاجأة أخرى، وهي أن جمعياتي تعمل فقط في داخل الحدود الجغرافية للمملكة المتحدة، والمنتدى عمله خارج المملكة المتحدة. وهنا دار نقاشا بيزنطيا حادا بيني وبين زملائي في المنتدى، فكان رأيهم من نعيد كتابة المشروع بطريقة أخرى حتى يتسللنا من الحصول على المبلغ، وهذا جائز مؤسسيا. وكان رأيي: لا، لن أخسر صداقة وأخوة وثقة عائلة جمعتني بهم المودة والرحمة والإخاء والثقة لأكثر من 30 عاما من جهة، ومن جهة أخرى لأنه عرضت سمعة ومصداقية المنتدى لهذه الإرهاصة من أجل الحصول على هذه المنحة. فأقنعت زملائي بالاعتذار اللطيف الجاد الحاسم، لأننا نسعى إلى المال بل نسعى إلى المحافظة على مصداقيتنا. فكان الرد الحاسم منه: فلنغير قانون الأساسي ونجعل الجمعية تعمل في بريطانيا وخارج بريطانيا. فبدأ زملائي حينما تلقوا هذه الرسالة بالتكبير والتهليل والسجود جميعا لله شاكرين. الدروس المستفادة: أولا، التحدث مع المانح عن ما يحب وما فيه مصلحة له ولأهله وعمله أولا. ثانيا، المصداقية وعدم السعي للحصول على المال بأي طريقة وإن كانت طريقة مشروعة. ثالثا،
احترام المؤسسة، احترام المؤسسة التي تعمل فيها وعدم إهانتها وعدم إهانة الفقير الذي تعمل هذه المؤسسة من أجل إسعاد. 4 الاعتقاد يقين بأن الرزق هو رزق الله والمال هو المال الله، وما نحن إلا مستخلفين على مال الله في ملك الله، وإن كنا إن كنا عبيدا لله. هذه هو الدرس المستفاد الثاني من تقديم مصلحة المانع عن مصلحتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.